جميل جدا ان الحمد لله ان الحسين بدا يلم العيله وبدا يلم اللمه من اول وجديد وتزاور يعني الحمد لله. يعني رمضان هنا مختلف واللمه والصحاب والقعده هنا بالفولكلور الشعبي الناس، يعني انا اول مره اصلا اشوف الكلام ده يعني كان النهارده. رمضانية بتبقى أجواء جميلة، والغناء والأكل مع بعض والفول والطعمية والجو رمضان الجميل دوت واللمة الحلوة. مفيش زي اللمة والعيلة والقعدة والصحاب والحاجات الحلوة دي. ايه اللمة والناس اللي بقالهم مش كتير مشفوش بعض كلهم بيتجمعوا؟ يعني رمضان يعني سيدنا الحسين، هنا ما بتعرفش بين مسلم ومسيحي، ما بتفرقش. احنا ساعات بيجي فطار عندنا مسيحيين، احنا اللي شغال عندنا مسيحيين او مسلمين، انا ما بفرقش، الدين لله والوطن للجميع. دايما بنشوف بعض طبعا، بس يعني في رمضان بيبقى لها طعم تاني وجو تاني وبيبقى جو عائلي حلو. يعني واحد حس ان الناس بعدت عن بعض، فلقينا فرصة في المكان الجميل ده نتجمع ونتسحر كلنا من بعض ونعيد ليالي زمان بقى، يعني لمة العيلة. هو رمضان فرصة جميلة جدا ان احنا كلنا بنتلم ونقعد أسرة واحدة وبنخرج، وجميل كل سنة وانتم طيبين. احنا بنستنى كل سنة رمضان بفارغ الصبر علشان نتلم فيه كفطار او سحور. حسين بالنسبة لنا اكتر مكان بيفكرنا برمضان بتاعنا واحنا صغيرين، رمضان اللي بيبان فيه اجواء رمضان، الناس الدينة، رمضان اللي احنا كنا بنحبه كلنا واحنا صغيرين. عايش في رحاب سيدنا الحسين معاش في مصر. جو ألفة هو اللي بيجمع الشعب المصري. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبالو زمان. قالوا قولوا شهر يبدولوا، قالوا قولوا أهلا رمضان، رمضان كان أهلا رمضان كان. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى مصر كلها، وتحيا مصر.